سورة القدر، تفسير ابن عربي، العارف بالله تعالى العلامة محيي الدين ابن عربي، تفسير ابن عربي، كيف فسر ابن عربي الصوفي سورة القدر. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عربي في تفسير سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر هي البنية المحمدية حال احتجابه عليه السلام في مقام القلب بعد الشهود الذاتي، لأن الإنزال لا يمكنه إلا في هذه البنية في هذه الحالة. والقدر هو خطره عليه السلام وشرفه، إذ لا يظهر قدره ولا يعرفه هو إلا فيها. ثم عظمها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، أي شيء عرفك كنه قدرها وشرفها خير من ألف شهر. قد مر أن اليوم يعبر به عن الحادث كقوله: وذكرهم بأيام الله، فكل كائن يوم. وإذا بني على هذه الاستعارة كان كل نوع شهرا لاشتماله على الأيام والليالي، اشتمال النوع على الأشخاص، وكل جنس سنة لاشتمالها على الشهور، اشتمال الجنس على الأنواع. والألف هو العدد التام الذي لا كثرة فوقه إلا بالتكرار والإضافة، فيكنى به عن الكل، أي هذا الشخص وحده هو خير من كل الأنواع. ثم بيّن وجه تفضيله وسبب خيريته فقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي القوة الروحانية والنفسانية، بل الملكوت السماوية والأرضية والروح من كل أمر، أي من جهة كل أمر، هو معرفة جميع الأشياء ووجوداتها وذواتها وصفاتها وخواصها وأحكامها وأحوالها وتدبيرها وتسخيرها. سلام هي سلامة عن جميع النقائص والعيوب، حتى وقت طلوع فجر الشمس الطالعة من مغربها وقرب الموت، فحينئذ لا تكون سلامة، أي سالمة أو سلام في نفسها لكثرة السلام عليها من الملائكة، أي سالمة أو سلام في نفسها لكثرة السلام عليها من الله والملائكة والناس أجمعين. انتهى كلامه من تفسير ابن عربي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.